بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد مع بعض دلوقتي السيستودز او التيبورمز انفكتنج الديفرنت هوستس. سيستودز انفكتنج الهيومن، هنلاقي السيستودز او التيبورم او الادلت تيبورم انفكتنج الهيومن بتشمل التينيا ساجيناتا. الهيومن هنا ديفينيتيف هوست، التينيا سوليوم الهيومن ديفينيتيف هوست. وما تنساش هذكرها لك في الميتا سيستود ان الهيومن كمان شغال انترميديت هوست بالتينيا سوليوم. طيب الليديم كاناينم الهيومن ديفينيتيف هوست، هيميلوا لبسنانا الهيومن ديفينيتيف هوست للدوده الكامله، ولكن كمان بيصاب بالميتاسيستودا فبيشتغل انترميديت هوست. هيميلوا لبس دايمينيوتا والدايفيلو بوسريا مليتا. الميتاسيستودا انفكتنج الهيومن، طبعا الميتاسيستودا المقصود بها اللارفر ستيج او سيستيك ستيج اوف الادلت تيب وورم. طبعا احنا قلنا ان السيستودا كل سيستودا لها او كل ادلت سيستودا لها ميتا سيستود. ففي الهيومن هنلاقي عندنا سيستي سيركا سيلولوزا، الهيومن هنا انترميديت هوست، سينيورا سيربراليس انترميديت هوست، سينيورا سيرياليس انترميديت، الهايداتد سيست، البلورو سيركويد اوف سبايروميترا مانسوناي. لو فاكرين ان الهيومن بيشتغل اكسيدنتال هوست في السايكل بتاع سبايروميترا مانسوناي، اما كان بياخد العدوى بالبلورو سيركويد بثلاث طرق احنا شرحناه قبل كده. سيستود انفكتنج الرومينانت، طبعا الرومينانت بتشمل الكاتل والبافلو والشيب والجوت وكمان الكامل. فكل الحاجات اللي فيها السيستودا بتاعه الرومينانت او الادلت سيستودا زي المونيزيا اكسبانسا دي لو فاكرين بتعيش في السمول انتستين اوف رومينانت، وكمان المونيزيا بنيديني، مونيزيا دنتيكولاتا، مونيزيا ترايكونوفورا، الافيت اللاينا سنتري بانكتاتا، الستايليزيا هيباتيكا، الستايليزيا جلوبي بانكتاتا، ده كله بيعيش في كل الرومينانت. اما الستايليزيا فايتاتا فدي كانت خاصه بالكامل وكانت بتعيش في السمول انتستين بتاع الكامل. كل السيستودا بتاعت الرومينانت دي بتعيش في السمول انتستين طبعا ما عدا الستايليزيا هيباتيكا، دي كانت بتبقى موجوده في البايل داكت اوف الليفر. الميتاسيستودا انفكتنج الرومينانت، الميتاسيستودا انفكتنج الرومينانت عندنا السيستي سيركس بوفيس، وده الكاتل والبافلو بس هم اللي بيشتغلوا انترميديت هوست، وكان بالاضافه ليهم كانت بتبقى الجازيلا والجيراف كمان بيشتغلوا انترميديت هوست في السايكل. وخلي بالك ان السيستي سيركس بوفيس دي اللي هي الميتاسيستود اوف التينيا ساجيناتا. عندنا كمان السيستي سيركس تينيكولز، هنا برضو الرومينانت بتبقى انترميديت هوست. سينيورا سيربراليس دي انفكتنج الكاتل اند شيب. سيستي سيركس دروميداري دي كانت خاصه بالكامل بس، الكامل كان بيشتغل انترميديت هوست، وكان السيستي سيركس هنا بتصيب او انفكت الماسلز او الميت اوف كامل. عندنا الهايداتد سيست دي بتصيب كل الرومينانت لانهم من الهربيفورا وبيبقى دورهم في السايكل انترميديت هوست. الميتاسيستودز انفكتنج الشيب، طبعا احنا قلنا انواع السيستودا او التيب وورم او الادلت تيب وورم اللي انفكتنج الشيب مع الرومينانت، الشيب تبع الرومينانت. لكن الميتاسيستودز اللي بتخص الشيب بس عندنا مثلا سيستي سيركس تينيكولز دي كانت بتصيب الكاتل والشيب، كانت بتشتغل انترميديت هوست فيها، بتبقى مصابه بالسيستي سيركس تينيكولز. سيستي سيركس اوفيس دي هنا تخص الشيب بس، كانت السيستي سيركس بوفيس بتصيب العضلات بتاعه الشيب، وكانت الشيب هنا في السايكل شغاله انترميديت هوست. الهايداتد سيست السنيورا سيريبريلز طبعا ده البيتا سيستود اللي بتصيب الشيب. السيستود او التيب وورم انفكتنج الاكواين، هنلاقي السيستود انفكتنج الاكواين او الاكواين بيشتغل ديفينيتيف هوست للانبلوسيفلا برفولياتا للادلت تيب وورم، الانبلوسيفلا ماجنا البارا انبلوسيفلا ماملانا للمونيزيا باليدا. الميتاسيستودز اوف اكواين هنلاقي السنيورا سيربراليس كان الهورس اكت از انترميديت هوست للادلت وورم اللي اسمها مالتيسيبس، فبيصاب بالسنيورا سيربراليس لو تفتكروا. وكمان الهورس عشان هو انترميديت هوست في السايكل بتاع الايكاينوكوكاس جرانولوزس فكان بيصاب بالهايداتد سيست.
ما بيصابش بالإيكاينوكوكس جرانيلوزس، ولكن بيصاب بالهيدات السيستيكا ميتاسيستود. ميتاسيستود انفكتنج الرابت. الرابت كان طالما ميتاسيستوز دي بقى هتصيب الرابت، هنا هيبقى شغلته انترميديت هوست في السايكل، ف بيصاب بالسيستي سيركاس بيزي فورمز. لو تفتكروا دي كانت بتاعه الميتاسيستود اوف تينيا بيزي فورمز. كمان السنيوراس سيريبراليز، الرابط هنا هيصاب بالسنيوراس سيريبراليز. دي كانت الميتاسيستود اوف المالتسيبس مالتسيبس. السنيوراس سيرياليز كان الميتاسيستود اوف مالتسيبس سيرياليز، اللي هي الدوده الكامله. الرابط في كل دول شغال انترميديت هوست، وكمان الهيدات سيست بتاعت الإيكاينوكوكس جرانيلوز. الميتاسيستودز انفكتنج البيج. طبعا اول ما نسمع الميتاسيستود نشوفه البيج شغال في اني سايكل كانترميديت هوست، هنلاقي شغال في السايكل بتاع التينيا سوليوم. التينيا سوليوم فبقى يصاب البيج بالسيست اللي اسمها سيستي سيركا سيلولوزا، كمان شغال كانترميديت هوست في السايكل بتاعت التينيا هيداتي جينا، فهيصاب بسيست اسمها سيستي سيركاس تيني كولز، وشغال في السايكل بتاعت الايكاينوكوكس جرانيلوزس ك انترميديت هوست، فهيصاب بالهيدات السيست. فانت اول ما يقول لك الادلت تيب وورد اور السيستودا، فانت هتفكر في الادلت وورم اللي بتصيب الهوست. اما اذا اكلمك عن الميتاسيستودا فعلى طول هتفكر الهوست شغال، ده الهوست اللي بيسالك عنه ده شغال في السايكل كانترميديت ولا كديفينيتيف. لو هو انترميديت يبقى هيصاب على طول بميتاسيستودا. سيستودا انفكتنج الدوج. السيستودا انفكتنج الدوج عندنا تينيا هيداتيجينا. طبعا لو فاكرين الجدول بتاع الدوج او التينيا اوف دوج، كانت فيه تينيا هيداتيجينا والدوج شغال فيها ديفينيتيف هوست، التينيا بيزي فورمز، التينيا اوفس، الإيكاينوكوكس جرانيلوزس. كانت متقسمه لسب سبيشيز الإيكاينوكوكس جرانيلوزس جرانيلوزس وإيكاينوكوكس جرانيلوزس اكواينس. الدايبليديام كاناينم، الدايفيلوبوثريام ليتام، اند سبايروميترا مانسيوناي. طبعا مفيش اي ميتاسيستود قابلتنا في اللي احنا خدناه انفكتنج الدوج. نو ميتاسيستودز انفكتنج الدوج. يبقى الدوج هنا في دراستنا دي ما اشتغلش خالص كانترميديت هوست. سيستود انفكتنج البولتري. طبعا اعداد كبيره من السيستودز انفكتنج البولتري او التيب وورم او الادلت وورم هلاقيها في البولتري. عندنا الدافينيا بروجلوتينا كانت بتعيش في السمول انتستين اوف بولتري، رايليتينا تتراجونا، رايليتينا كاينوبوسريدا، رايليتينا سيستيسيلاس، كوتوجنيا ديجنوبورا، كل ده في السمول انتستين اوف بولتري. كمان الهيمينوليبس كاريوكا، بس خلي بالك ان الهيمينوليبس كاريوكا ما بتصيبش كل البولتري، البولتري بس بتصيب من البولتري التشيكن، التشيكن اونلي، وبتشتغل التشيكن هنا كديفينيتيف هوست، وبتبقى الدوده كامله عايشه في السمول انتست. هيمينوليبس لانسيولاتا، خلي بالك برضو ان الهيمينوليبس لانسيولاتا ما بتصيبش كل البولتري، ولكن دك اند جيس اونلي. الفيمبريريا فاشيولاريس، لا دي بتصيب كل انواع البولتري كمان البيردس. عندنا الهيمينوليبس، لو جينا نتكلم بقى على البيردس اللي هي النون دوميستيكيتد بيردس غير البولتري، فنبص نلاقي الهيمينوليبس نانا انفكتنج الاذر نون دوميستيكيتد بيردس، يعني ممكن تصيب طيور تانية غير البولتري. الليجيولا انتستايناليس، لو انتوا فاكرين كانت البيسيفرس بيردس اكت از ديفينيتيف هوست فيها، الشيستوسيفلاس سوليدس كمان انفكت البيسيفرس بيرد، وهنا الليجيولا انتستايناليس والشيستوسيفلاس بيردس بتعيش في السمول انتستين بتاع الطيور اكلت الاسماك اللي هي البيسيفرس بيردس، وبتشتغل هنا البيسيفرس بيرد كديفينيتيف هوست. سيستودا انفكتنج البيج. البيج شغال ديفينيتيف هوست في السايكل بتاع الدايفيلوبوثريوم لاتام، لان هي من ضمن الفيش ايتر، فديفينيتيف هوست في الدايفيلوبوثريوم لاتام هي الفيش ايتر، والبيج من ضمن الفيش ايترز. السيستودز انفكتنج الكات. السيستود انفكتنج الكات، لو نفتكر التينيا هيداتي جيرا كانت الدوده الكامله عايشه في السمول انتستون اوف كات. الدايبليديام سيكس كورنيتم، دي الكات هنا بتشتغل ديفينيتيف هوست، وكات بتتنقل
الكاتفليز اللي هي تينوس فيليدس فيليز، الدوده دي كانت بتنقل بالكات فليز اللي هي تينوس فاليدس فيليز. دايفيلو بوثريوم ليتم، لان الكات من الفيش ايتر. السبايروميترا منسوناي لانها بتصيب الديفينيتيف هوست فيها بيكون دوج اند كات. برضو نو ديتكشن اوف ميتاستودا انفكتنج كات، ما لقيناش الكات خالص في اللي احنا درسناه بتشتغل كانترميديت هوست، وبالتالي مش هتصاب باي ميتاستودا. سيستودز انفكتنج رودنت، الرودنت طبعا بيشمل الرات والمايس والاذر رودنتس. ف السيستود اللي احنا لقيناها اللي ساعه ما قسمنا الهيمينوليبس لميورين تايب اند بيرد تايب، فعندنا الهيمينوليبس نانا كان الديفينيتيف هوست فيها الرودنت، وكمان كان الهيومن ديفينيتيف هوست. الهيمينوليبس دايمينيوتا كانت بتصيب الرودنت وكمان الهيومن كديفينيتيف هوست، وبتعيش في السمول انتست. ميتاسيستودا انفكتنج رودنت، لو انتوا فاكرين الميتاسيستود اوف رودنت كان في سيست اسمها ستروبيلوسيركس فاشيولاريس، كان الرودنت فيها شغال انترميديت هوست، وكان بيصاب بالسيست اللي اسمها ستروبيلوسيركس فاشيولاريز اللي هي الدوده الكامله بتاعتها عايشه في السمول انتستين، او الادلت ورم بتاعتها عايشه في السمول انتستين اوف كات، اللي كان اسمها الادلت ورم دي كان اسمها تينيا هايداتي جيرا ان ذا سمول انتستين اوف كات. سيستوز انفكتنج الفيش، هنلاقي ان الفيش بتشتغل كديفينيتيف هوست في البروتيوسيفلس. البروتيوسيفلس بيعيش في السمول انتستين اوف فيش. اما الميتاسيستود اللي بتصيب الفيش فهي البلوروسيركويد اوف دايفيلوبوثريوم ليتم، وهنا فيش بتشتغل في السايكل كسكند انترميديت هوست. كمان البلوروسيركويد اوف سبايروميترا مانسوناي، الفيش فيها سكند انترميديت هوست. البلوروسيركويد اوف الجيولا انستايناليس اند البلوروسيركويد اوف شيستوسيفلس سوليداس، كل دول الفيش فيهم سكند انترميديت هوست. في السلايد ده يا جماعه بوريكم التينيا هايني. التينيا هايني انا كنت احطها لكم في الجدول بتاع التينيا اوف دوج، وكنت كاتبه لكم الديفينيتيف هوست في الدوج، فهي دي كانت غلطه نسيت اصلحها. ان الديفينيتيف هوست هنا الهينه او الضباع، انا قلتها وانا بشرح السلايد ولكن نسيت اغيرها في الجدول. فالديفينيتيف هوست هنا الهينه او الضباع. اللوكيشن الدوده الكامله اللي هي التينيا هايني بتعيش في السمول انتستين اوف هاينا اللي هي الضبع، والانتربيديت هوست الكامل. ونوع الميتاسيستود اسمها سيستي سيركس دروميداري، ودي بتعيش في المسلز اوف الكامل. ثانك يو.